وش الأشياء اللي أركز عليها إذا جيت أشتري أو أستأجر شقة؟ أول شيء هو توفر مواقف سيارات كافية لملاك الشقق علشان ما تحصل نفسك واقف في آخر الشارع، وكذلك إذا كانت شقة في الأدوار العليا تأكد من وجود مصعد في العمارة علشان تنقل الأغراض الثقيلة إلى الشقة. حاول على الأقل يكون في مدخل للشقة، وبإمكانك عزل قسم الرجال عن باقي الشقة. يكون لك عداد كهرب مستقل ولا هو مشترك مع أحد. إذا كان الطابق اللي أنت فيه مكون من 4 شقق، حاول تأخذ الشقة المطلة على الشارع مو الخلفية. تصميم الشقة لابد أن يغطي كافة احتياجاتك من الآن إلى 5 سنوات قدام، إلا إذا كنت ناوي تأخذها فترة قصيرة وبتطلع. وكنصيحة شخصية، أفضل دور تأخذ فيه الشقة هو الدور الأول اللي فوق الأرضي.